هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بلاباسات ولاباسين ديالي في فيديو جديد مرحبا والف مرحبا بجيسون الحب ديالي اللي بغى يتفرج في الفيلم فيه جيسون نتوما بعدا كي دايرين اش كتعاودوا كي دايرين مع القرايه كي دايرين مع الخدمه اليوم غادي نهضروا على تايلور باركر واحد الكيس اللي ميمكنش داكشي اللي غادي يوقع فيها الخيال العلمي ولكن قبل بغيت نشارك معكم واحد الاضافه واعره زدوها تاب تاب ساند الناس اللي كيصيفطوا الفلوس من برا للمغرب لوالديهم ولعائلتهم ولا لمن ما بغاو الا دخلتوا مثلا لابليكاسيون اليوم وبان لكم بان الصرف طالع وعجبكم تقدروا تبلوكيوه واخا تكونوا غتصيفطوا الفلوس حتى السيمانه الجايه ولا جوج سيمانات ما كيهمش المهم داك الصرف اللي عجبكم كتقدروا تبلوكيوه فهذه حاجه زوينه بزاف بزاف الناس اللي كيصيفطوا الفلوس لان راكم عارفين الصرف مره كيطلع مره كيهبط وشي مرات كيكون الصرف زوين بزاف ولكن انت باغي تصيفط مثلا حتى من شي ايام فصراحه عجبتني بزاف بزاف هذه القضيه اللي زادوا وبحال ديما تصيفط راه فابور كتقدروا تصيفطوا الفلوس ديك الساعه يوصلوا يا اما الوفا كاش اولا الكاش بلس وبطبيعه الحال كتقدروا تصيفطوا من لابليكاسيون لجميع الابناك في المغرب دابا ما بقاتش غير تجاري فهادشي اللي كاين كان خاصني ضروري نقول لكم هذا الابديت حيت انا صراحه عجبني والناس اللي اول مره غادي يصيفطوا ما تنساوش ديروا الكود S5 كيزيدكم 10 دولار للفلوس اللي غادي تصيفطوا فهادشي اللي كاين بزاف بزين الا كنتو ريدي ليتس جو تايلور باركر مورتون من عائلة جد 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 غنية هما اللي عندهم الشركة المعروفة ديال الملحة اللي سميتها مورتون فبطبيعة الحال شركة ديال الملحة بلا ما نقول لكم فلوس كالروز مالين الشركة ديال مورتون هما الجد والجدة ديال تايلور من باه باتهم من تايلور مفارقين هادشي كيعني بأن نهار غادي يتقسم الورث ديال العائلة دي مورتون ماما تايلور اللي سميتها شانا ما غادي تاخد والو فشانا بدات كتحاول تكونترولي تايلور باش أنها نهار تاخد الورث تحكم لها فلوسها ولكن ما قدراتش لأن تايلور كان عندها شخصيه قويه فما تشدتش ليها هادشي ما غادي غير يجهل شانا وغادي تولي هي اكبر عدوه ديال بنتها لدرجه انهم شي مرات كانوا كيتشدوا باليدين وشانا بدات كدير شي حوايج ديال الحماق واحد المره تايلور والحبيب ديالها وايد كانوا بوحدهم في الدار وغادي يدابزوا واحد المدبزه خايبه فتايلور بغات تنفس شويه غادي تخرج من الدار باش تمشى وايد غادي يوصلوا واحد الميساج هذاك الميساج من نمره غير معروفه والميساج كيقول فين مشات تايلور ومن بعد عاد تايلور غادي تكتشف بان امها شانا كانت مخبيه لهم كاميرات المراقبه في دارهم باش تشوف كاع داكشي اللي كيديروه واخا لقاو دوك الكاميرات وحيدوهم بقاو كيوصلوهم دوك المساجات واتصالات غريبين في اوقات غريبه ديال الناس اللي نقدروا نقولوا حاضينهم 24 ساعه على 24 وايد هادشي هذا صدمو لانه هو كبر في عائله عاديه فجاتو هاد العلاقه ديال تايلور مع امها غريبه جدا عرف بان ام تايلور انسان اللي غير متوازن عقليا تقدر دير اي حاجه ولا خايف على حياته ولا حياه صاحبته ولكن شانا ما كتعياش وما كتحبسش غادي تمشي تخلص واحد المجرم باش انه يقتل بنتها وفعلا تايلور واحد النهار كانت بوحدها وكانت غادي تموت قدرت تهرب في اخر لحظه وديك الساعه غتمشي عند البوليس غتقول لهم شنو شنو وغادي تمشي عند واحد المحقق خاص اللي غادي يبقى تابعه غير امها كيشوفها شنو كدير باش تاكد بانها ما غتحاولش تعاود تقتلها ولا غتلاقى مع شي واحد اللي غيأديها غدير ما في جهدها باش تحمي راسها وتحمي وايد مشات عند هكا ديال المحاميين كما قلت لكم مشات عند البوليس ولكن هذا الكابوس اللي عايشه تايلور غادي يتسالى لان امها شانا غادي تموت شانا كانت مع واحد العصابات ديال المكسيك كيهربوا لا دروغ كيديروا العجب واحد النهار ديك العصابه اللي معاهم شانا كانت عندهم واحد الصفقه مهمه ولكن الصفقه غادي تخسر لان غيجيو ليهم البوليس وغيتشدوا كاملين فشانا غادي تشوه قدام العائله تشوه قدام صحابها ما قدراتش تتحمل داك العار فقتلت راسها في الحبس واخا هادشي كامل اللي دارت شانا منين ماتت تايلور حسات بالحزن لان كيف ما كان الحر امها ولكن حسات بالامان حسات بان حتى شي واحد ما بقى باغي يقتلها حتى شي واحد ما بقى باغي يأديها اخيرا ولات كتنعس مرتاح وحتى الحبيب ديالها وايد حس بان واحد الحمل ثقيل بزاف تحيد ليه من كتافه قال اوف اخيرا نقدروا نبقاو نخرجوا بلا ما نكونوا خايفين حيت كانوا سدي عليهم غير في الدار لدرجه ان وايد مازال حتى ما تلاقى مع العائله ديال تايلور كان كيهضر غير في الميساجات مع واحد العم ديالها سميتو باتش وكان عزيز عليه بزاف العم باتش هاد العم هذا هو اللي كان كيساعد تايلور انها تاخذ الورث ديالها لان تايلور ورثت واحد المبلغ خيالي ديال الفلوس ملايير ديال الدولارات ولكن باقا ما خدات والو لان مبالغ كبيرين وفيهم الاراضي وداك الشيء فخاص واحد المده طويله باش الورث يدوز ليها غادي يجي كريسمس اولا نويل واخيرا اخيرا اخيرا تايلور غادي معها الحبيب ديالها وايد باش انه يتلاقى عائلتها فعلا مشاو شراو الكادويات وجدوا راسهم لبسوا حوايجهم ولكن فاش غيوصلوا مع حلو الباب كان القلب ديالهم غادي يسكت شكون واقف تما مع العائله واقفه شانا بلحمها ودمها ام تايلور ما ماتتش هادشي كله كان دايرها غير تمثيليه بالعاني خلات بنتها تقتنع بانها قتلت راسها غير باش هي والحبيب ديالها ما يبقاوش حاضرين معاها اما هي راه كانت كتبلاني ان
هدوز عليهم الجحيم. المهم كيف ما قلت لكم تايلر وويد كانت هذيك الصدمه ديال حياتهم، حاولوا يدوزوا ديك العشيه باش ما كانوا مشاو بحالهم بكري، وفاش رجعوا للدار وويد غادي يبدا يصيفط للعم باتش ميساجات كيقول لها شنو وقع شنو وقع عشانها كانت، لان العم باتش لاسباب غير معروفه ما جاش لذاك الحفل ديال نويل. وويد كيصوني للعم باتش في التليفون والو ما كيجاوبش، كيصيفط له الميساجات والو ما كيجاوبش. من بعد واحد الساعات اخيرا العم باتش غيصيفط له ميساج، والميساج كيقول بلا ما تعيط ليا ما نقدرش نجاوبك في التليفون لانني انا اصلا ماشي العم باتش، دمرتوا لي حياتي وانا غادي ندمر لكم حياتكم، وانا عارفك بانك باغي غير الورث والفلوس من بنتي وانت ما كتبغيهاش، ولكن ما غتاخذ منها والو، الحاجه الوحيده اللي غتاخذ هي حياه تعيسه، لانني غندير كل ما في جهدي باش الورث ديال تايلر يبقى مبلوكي دائما. يس، اللي صيفط هذا الميساج هذا هو شانا ماما تايلر، هي اللي هذا الوقت كامل كانت كتهضر مع تايلر على اساس انها العم باتش. مره اخرى تايلر ويت صدموا غادي مبغاش يخرج لهم من حياتهم، ولكن واخا هكاك غادي يحاولوا يكملوا، وغتوقع واحد الحاجه اللي غادي تعاونهم باش يكملوا حياتهم، واحد الحاجه اللي شحال هما كيتسناوها اكثريه تايلر، وهاد الحاجه هادي انهم يكون عندهم بيبي. من بعد انتظار طويل طويل جدا تايلر غادي تحمل، فغادي يبقاو مكونسونطرين على حياتهم، كيحاولوا يعيشوا حياه طبيعيه، والشهور غادي يدوزوا حتى غنوصلوا لاكتوبر 2020. نهار 9 أكتوبر 2020 بالضبط مع 9:36 دقيقة ديال الصباح غادي يوصل واحد الاتصال 911. منين ديسباتشر غادي يجاوب كيسمع واحد المرأة كتغوت وكتبكي في التليفون، كتقول لهم أنا راني غدا كنجري في لوطوروت ورا مورايا واحد الطوموبيلة تبعاني، ولكن راه خاصني أمبولونس دابا تجي عندي. فعلا ديك الطوموبيل اللي كانت تويوتا كورولا تابعها واحد البوليسي اللي كان خدام كيتشكي واش فديك المنطقة كلشي مزيان، وغيشوف ديك التويوتا كورولا اللي كتهضر مع 911 كدرب لي بحال هكا في الطريق، والمشكل لأن ديك لوطوروت اللي كانت فيها كاينة طريق دي وطريق كتجيب وما مفارقين بتا حاجه، يعني نخليكم تخيلوا ديك تويوتا كورولا على روينه كانت دايره في الطريق. بطبيعه الحال مين البوليسي غيشوف داك المنظر غيشعل السيران ديالو غيبقى تابعها، واخيرا البوليسي غادي يحبس ديك الطوموبيل من بعد ما كانت غتكون السبب في الرام ديال لي زاكسيدون في ديك لوطوروت. وغير ديك المره اللي سايقه الطوموبيل غادي تحبس خرجت يديها من الشرجم وكدير البوليسي بحال هكا زعما اجي عندي راه حاله عاجله. بطبيعه الحال البوليسي هبط من طوموبيلته ومشى عندها، وغير غيوصل للشرجم ديالها غادي يسمعها بانها اصلا كتهضر مع 911، وقبل ما يسولها اي سؤال غيشوف بانها عامره دمايات في حوايجها في يديها في وجهها، وكانت لابسه واحد الليجينز ومن داك الليجينز خرج واحد الحبل طويل، حبل سري مازال لاصق في بيبي يلاه تولد. البيبي ما كيتحركش وما كيبكيش، بقات كتقول ليه عافاك راه البيبي ديالي غادي يموت، طلعني انا وياه في طوموبيلتك ودينا للكلينيك. هو غادي يقول لها راه الامبولانس جايه، ولكن بما ما يجيو خاصني ضروري نعرف شي معلومات. قال لها هاد البيبي هذا شحال عنده في عمره؟ قالت لي راني ولدتو هادي نص ساعه. المشكل ان كيف ما قلت لكم ديسباتش ديال 911 باقا كتهضر معاها في التليفون، وسمعات بانها قالت للبوليسي نص ساعه، وقالت كيفاش نص ساعه؟ حيت المراه داكشي اللي قالت للبوليسي ماشي هو اللي قالته ل 911 ديسباتشر، هي قالت ليها راني يلاه كنولد باقي البيبي كيخرج. هنا ديك ديسباتشر بقات كتقول واش غير مع التلفه والوجع وداكشي خلطات المعلومات، حيت الا كانت هذه نص ساعه باش ولدات وعاد عيطات راه مشكله. والبوليسي مازال كيهضر مع ديك المراه كيقول لها غير صبري راه الامبولانس قربت توصل، وهذه وهذه غتوقف عليهم واحد الطوموبيل غتهبط منها واحد المراه، هذه المراه هذه سميتها ايمي، وغتوري لا كارت ديال الممرضه ديالها للبوليسي قالت ليه انا راه ممرضه فين كنخدم فين كنخدم واش نقدر نعاون. هذيك ايمي وقفت عليهم غير صدفه، هي خرجت من دارها باش تمشي تخدم، وفاش بان ليها البوليسي مع ديك الطوموبيل واقفين بحال هكاك في الهاي واي اولا في لوطوروت، وقفات قالت نشوف ياك ماشي واحد مريض ياك ماشي واحد جات شي سكته دماغيه اولا قلبيه، المهم وقفات باش تاكد. فالبوليسي قال لها اوكي تقدري تساعديها بين ما توصل لامبولانس راهم في الطريق. داكشي اللي غادي يوقع بطبيعه الحال ايمي غتشوف بان الام كتهضر وكلشي، فغادي تطير تمشي للبيبي. هنا ايمي غيبداو يدوروا ليها العشرات ديال الاسئله في راسها، الدم اللي في البيبي ناشف يعني ماشي الدم ديال نص ساعه، الفم ديالو زرق والبشره ديالو بارده، وبطبيعه الحال هذه علامه جد سيئه. فايمي ديك الساعه باش كدير للبيبي سي بي ار دارت ليه 30 مره غير بصباحها بحال هكا كتبرك ليه على صدرو لانه صغير، واخيرا غادي يوصلوا المسعفين غيهزوا البيبي ديك الساعه غيطيروا به للامبولانس حيت تما فين عندهم الاجهزه كاملين اللي يقدروا يعتقوا بهم انسان. تحيه خاصه للامبولانس المغرب من هذا المنبر. جوج ديال المسعفين طلعوا مع البيبي باش يحاولوا يعتقوه، وواحد المسعف غادي يبقى مع ايمي كيسولوا السائقه اولا الام، غيقولوا لها فوقاش تاريخ الولاده ديالك اللي حدد لك الطبيب، يعني فوقاش كان خاصك تولدي؟ قالت لهم نهار 30 سبتمبر، يعني هذه 9 ايام نقدروا نقولوا بانها سالت 9 شهور ديالها، وفوق ديك 9 شهور زاد 9 ايام، وهذا كيقدر يوقع. المشكل ان ايمي وداك المسعف شافوا في بعضياتهم وعرفوا بان شي حاجه ماشي هي هذيك، البيبي صغير بزاف مستحيل يكون فايت 9 شهور، 9 شهور ديالو اصلا ما مكملهاش. فغادي يقول لها اوكي كيفاش حتى ولدتي في الطوموبيل؟ قالت لهم انا كنت كنتقدى وشويه وانا نحس بواحد الضغط خيالي في كرشي، فركبت في طوموبيلتي ومشيت كنطير باش نحاول نوصل للسبيطار دغيا،
ولكن ما قدرتش نصبر لانني فاش كنت صايقه حسيت بانني ضروري خاصني ندفع. فبديت كندفع حتى شفت الباب يخرج، وديك الساعه هي فاش عيطت ل 911 والسائقه تقول لايمي عافاك جيبي لي شي قرعه ديال الماء خاصني ضروري نغسل هذا الشيء. ايمي شافت بانها فاش كتغسل يديها ورجليها وداك الشيء بحال معيفه، وشافوا بان الدم بزاف، واخا كاع تكون ولاده طبيعيه واخا كاع تكون بصح ولدت في الطوموبيل هذاك الدم بزاف على ديك الولاده. فداك المسعفه يقول لها ضروري خاصني نقلبك باش نشوف هذا الدم هذا منين جاي، وهي باقا جالسه في الطوموبيل تاعها يقطع داك الليجينز اللي كانت لابسه والماشيمه كلها غادي تهبط، داك الشيء غادي يدفق في الطوموبيل غيدفق لها على حوايجها الروينه. المهم غادي يطلعوها حتى هي في الامبولانس وغادي يمشيو طالين لواحد السبيطار اللي بعيد نص ساعه حيت داك السبيطار القريب هي ما بغاتش تمشي ليه. طبيعه الحال في ديك نص ساعه كيحاولوا يفيقوا البيبي اللي مسكين فاقد الوعي، واخيرا غادي يسمعوا الدقات ديال القلب البنيته حيت اهل بيبي بنيته مازال حيه. مع غيوصلوا للسبيطار لقاو طاقم طبي كامل كيتسناو حدا الباب طاروا بالبيبي، وحتى هي غادي يديوها للوحده ديال العنايه المركزه، وهنا غادي تجي واحد الفرمليه اللي سميتها لوري هي اللي غتكلف بها. ومع لوري غتدخل عندها غيبداو المشاكل. لوري غادي تقيس للام الرحم ديالها وغادي تصدم ما كاين والو. فلوري تصدمات غيتعيط لواحد الطبيب غيجي وغيدير ليها التيست ديال الاتش سي جي. هاد التيست هذا بكل بساطه هو التيست ديال الحمل اللي كيديروه الناس باش كيعرفوا واش حاملين، وهاد الهرمون هذا ديال الاتش سي جي كيبقى تقريبا 6 ديال السيمانات من مور ما المراه كتولد، يعني شي مراه الى الله ولدات ودار التيست ديال الحمل خاصو ضروري يخرج ليها بوزيتيف، ما يمكنش يكون نيجاتيف مستحيل، ولكن التيست ديال ديك الام خرج نيجاتيف. مع لوري غتقرا النتيجه ديال التيست، غدور عند الفرمليات اللي خدامين معاها وغتقول لهم البيبي ماشي ديال هاد المراه. قالت لهم هاد السيده هادي ما تقدرش تخرج من السبيطار، حتى واحد ما يخليها تخرج، لاننا ضروري خاصنا نعيطوا للبوليس. Is she trying to leave? No, there's two in there. Okay. Do not let her out that door. البوليس غادي يجيو. ملي غيدخلوا الغرفه ديال الام هي غادي تصدم، ما فهماتش علاش البوليس جاو. البوليس يبدا كيسولها كيحاول يستدرجها في الهضره، وفي الاخر غادي يقول لها نيشان انت ما ولدتيش هذا الصباح، وهي بدات كتقول ليه وات دو يو مين زعما شنو كتقصد. قال لها حنا عارفينك بانك ما ولدتيش هذا الصباح، والحاجه الوحيده اللي بغينا نعرفو هي منين جبتي داك البيبي. Where was that here? In Curtin County? No, it was in DeKalb. DeKalb down in Texas? Yes, sir. Oh, okay. So what happened this morning? Did you just go into labor on the side of the road? No, me and my, I was supposed to ride with my fiance and we own a hog buying facility and we were gonna come through here, but I was having contractions and stuff and wasn't feeling good, so I stayed at home and told him we would just meet here after he dropped the hogs at 7, and he got tied up. I mean, he's on his way. Okay. All right. Now, how did you get here? Did you drive yourself? No, an ambulance brought me. Yes, yeah, oh, okay. Like that. Oh, okay. But you didn't get birth this morning. What do you mean? So I just said you didn't give birth this morning. And we want to know where this baby came from. So what happened? I just told y'all what happened. Okay. What's the doctor going to find when he comes in to check you? Is he going to find you just gave birth? He looks, he can tell him about a second if you gave birth or not. Okay. بطبيعه الحال ما غتعطيش البوليس راس الخيط، بدات كتقول لهم انا ما عاقله على والو، انا في 2015 جاتني واحد السكته دماغيه كتاثر لي على مخي، وهي كتقول هذا الشيء للبوليس. هما ما مكونسونطريش على الهضره ديالها حيت عارفينها كتكذب، مكونسونطريين على يديها اللي عامرين دمايات، والدم في يديها دابا مشكله كبيره لانهم عارفينها ما ولداتش وعارفين بان داك الدم ديال شي واحد اخر. مع 10:15 دقيقه ديال الصباح غادي يوصل اتصال ثاني ديال 911 وغادي تجاوب مره اخرى نفس الديسباتشر. هاد المره هادي كانت واحد المره في حاله ديال الهستيريا، كتغوت كتقول لهم عتقول يا بنتي ناري الدم في الدار كامله. الديسباتشر تصدمات، حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، وحسات بان ما بين هاد جوج الاتصالات كاين علاقه وماشي غير صدفه. هاد السيده هادي اللي عيطت الثانيه سميتها جيسيكا، جيسيكا عندها بنت سميتها ريغان عندها 23 عام ومزوجه بواحد الراجل سميتو هامر، عايشين في تكساس عندهم بنيه صغيره عندها 3 سنين
سنين عايشين حياة ستاب ريغان قبل بنيتها. هما كيخدم خدمة اللي مزيانة كيبغي مراته. المهم في حياتهم كل شيء مزيان. هذاك النهار اللي هو 9 أكتوبر 2020 اللي وقعوا فيه اتصالات بجوج ديال 911، ريغان غتصيفط لراجلها واحد الميساج اللي غامض. قالت ليه اسمح لي راني كنت كنحاول نكون سعيدة ولكن ما قدرتش. ميساج ديال شي واحد اللي غادي يقتل راسو. هما بدا كيعيط لها في التليفون والو ما كتجاوبش. فبدا كيصيفط لها الميساج كيقول لها انا كنبغيك، انا جاي دابا عندك للدار. ولان الخدمة ديالو كانت شوية بعيدة فغادي يعيط لجيسيكا اللي هي ماماها، راه الميساج اللي صيفطات ليا شنو فيه وانا راني غنموت بالخلعة. قال لها عافاك غير وصل عندها انت الاولى وانا من هنا 30 دقيقة غنكون في الدار. الام والزوج بجوجهم طايرين عند ريغان على امل ان ما تكون حتى شي حاجة، ولكن جيسيكا معها غتوصل لدار بنتها. في البواني اولا السقطة ديال الباب كاين دم، حلات الباب وبدات كتغوت، الدنيا كلها عامره دمايات، الدم مرشوش في الحيوطه، كاين بصمات ديال الرجلين حتى هما دمايات. جيسيكا واخا مصدومه من داكشي اللي كتشوف ولكن كتقلب على بنتها واخيرا غادي تشوفها وماشي في الحاله اللي كانت كتمنى تشوفها. ريغان مليوحه في الارض على كرشها بحال هكا وجهها فوق الارض، وتحت من كرشها كاينه بركه ديال الدمايات. حدا راسها كاينه واحد المطرقه اللي ريغان فعلا مضروبه بها لراسها ومطعونه مئات المرات. سمعتوا مزيان، مئات المرات. منين جيسيكا شافت بنتها في ديك الحاله بدات كتغوت حتى غتشوف الحفيده ديالها خارجه من البيت. هادشي كله وقع لريغان وبنتها اللي عندها 3 سنين كاينه في الدار. ومسكينه البنيه ما فاهمه والو، قالت لجدها فين هي ماما. وديك الساعه راجلها غادي يوصل للدار من الخدمه. بلا ما نقول لكم الاحساس ديالو كيفاش كان فاش شاف داك المنظر، غادي يطير على البنيه هزها وخرجها برا باش ما تزيدش تشوف اكثر من اللي هي اصلا شافت. وهنا فين جيسيكا غادي دير داك الاتصال ديال 911 ثاني اللي قلت لكم عليه. غادي يوصل واحد المحقق سميتو فورد، وصلوا معاه بطبيعه الحال التيم ديالو، وكانوا حتى المسعفين كيتسناو قدام الباب لان المحقق ما خلاهمش يدخلوا حيت ريغان صافي ماتت، فكرت تعتبر هذيك جريمه وما بغاهمش يخسروا المسرح ديال الجريمه. ولكن منين جيسيكا غتقول ليه راه بنتي كانت حامله، ديك الساعه البلان ديال المحقق كله غادي يتبدل، غيخلي المسعفين يدخلوا على امل انهم يقدروا يعتقوا البيبي. دوروها بشويه وغيشوفوا بان كاينه واحد الفتحه عشوائيه في كرشها قدها قداش من الجنب حتى للجنب. المسعفين غيشوفوا في المحقق يقولوا ليه البيبي مشى، يقول لهم المحقق كيفاش مشى مات، يقولوا ليه لا مشى شي واحد خداه، شي واحد حل ريغان كرشها وخدا ليها البيبي ديالها. غتكونوا درتوا العلاقه ما بين الاتصالات بجوج، وداكشي اللي فكرتوا فيه هو اللي وقع. السيده ديال الاتصال الاول عندها علاقه مع هادشي اللي وقع لريغان، وبغيتوا تعرفوا شنو سمية ديك السيده الاولى. سميتها تايلر باركر. هي نفس تايلر اللي هضرت لكم عليها في الاول. وقبل ما نوصلوا لشنو وقع وعلاش، خصنا نتعرفوا شويه على تايلر. تايلر باركر ما عندها حتى شي علاقه مع العائله ديال مارتن، ماشي جدودها وما كيعرفوهاش كاع فين كاينه، وهذا الشيء كيعني بانها ما كتسنى حتى شي ورد. امها شانا ما عمرها ما دارت لها الكاميرات في الدار، ما عمرها ما حاولت تقتلها، ما عندها حتى شي علاقه مع العصابات المكسيكيه، وما عمرها ما دخلت للحبس. تايلر عندها الكذب المرضي. نبداو من الطفوله ديالها. في عمر صغير بزاف يعني من كانت في الابتدائي، الوليدات اللي معاها ما كانتش عزيز عليهم بزاف لان كانت كتجيهم غريبه. نهار كتسخف في المدرسه، نهار كتبدا ترد، شي نهار كتجيب العكاز، وهادشي بحال كيوقع اليوم. وغدا كتبرا وكترجع للمدرسه بحال ما وقع والو. منين كانت عندها 8 سنين كانت كتقول لصحابها اللي في المدرسه بان عندها علاقه جنسيه مع شي واحد. من بعد دارت واحد الدراما كبيره وبدات كتقول لهم بانها فيها الكونسير، وما حدها كتكبر والكذوب ديالها كيكبر. منين وصلت للهاي سكول اولا الليسي ديما كتبقى تقول لصحاباتها بانها شاكه في راسها حامله، بان طاح ليها البيبي. كان عندها واحد الهوس بالعيالات الحاملين. واحد البنت كانت كتقرا معاها في الليسي كانت بصح حامله، وتايلر غادي تصورها وقطعت ليها راسها كتصيفط ديك التصويره للدراري وكتقول لهم بانها راها هي كانت معقده من الجسد ديالها لانها كانت قصيره وفيها اكثر من 100 كيلو، فكانت فيها بزاف هاد القاعده هادي لانها كتصيفط تصاور اللي ماشي ديالها. وواحد النهار امها شانا غادي تحصلها بانها كتكات في شي واحد الولد اولا كتكذب عليه، مصيفط ليه تصاور اللي لا علاقه معاها ماشي ديالها، وداك الولد كانت كتهضر معاه بزاف لدرجه انه تعلق بها. ففاش عرف الحقيقه حاول انه يقتل راسو. تايلر ما غاديش تكمل الليسي، غتخرج من القرايه فاش تكون عندها 17 عام. تسناو شويه غنقول لكم علاش خرجت من القرايه، وتقدروا تقولوا بان صافي سالا الليسي غادي تسالي معاه حتى هاد البساله، ولكن لا. اي انسان دخل لحياتها او تعرفت عليه كتكذب عليه. كانت كتبقى تقول للناس بانها غنيه، كل مره كتختار شي عائله لاباس عليهم وكتقول لهم انا راه هادوك جدودي هادوك عمامي، وهي راه كتكذب. كانوا عندها اكثر من 10 ديال النماري ديال التليفون، تخيلوا. كتبقى تصيفط لراسها الميساجات وكتبقى توريهم للناس، زعما هادوك الميساجات كيوصلوها من الناس اللي مهمين. اكثر هي فاش خدمات واحد المده قصيره في واحد المركز طبي، كل مره كتقول بان حقا ما حقا كانت كتعالج شي مريض وداك المرض اللي فيه عاده.
وجهها، مره كتقول بان جاتها سكته دماغيه، مره كتقول بانها ما بقاتش كتشوف جهه عمل الوان، مره كتقول بان جاتها ليبيليبسي او الصرع. من بعد غادي تلاقى واحد السيده اللي سميتها كيتلين، وهاد كيتلين هذه كان فيها التصلب المتعدد، وغتقول لها بان حتى هي فيها نفس المرض. كيتلين فعلا غتنمي واحد العلاقه ديال الصداقه مع تايلر، غتدخلها معها لواحد الجروب ديال الجيب، للناس اللي عندهم جيبات كيبقاو يمشيو شي بلايص، وتايلر غتاخذ كريدي وغتشري جيب فلوس اللي ما عندهاش. خسرت في ديك الطوموبيل اكثر من 40,000 دولار. والمشكله هي ان بشويه بشويه كيتلين غتبدا تشوف شي حوايج اللي ماشي هما هذوك في تايلر. تايلر بدات كتكتب في فيسبوك شي حوايج، بحال واحد النهار بدات كتعاود على واحد الحادث ديال السير اللي وقع ليها، والمشكله ان داك الحادث ماشي كذبه، وقع فعلا، ولكن ما وقعش لتايلر، وقع لكيتلين. وماشي غير هادشي، بدات كتعاود شي حوايج اللي وقعوا ليها فاش كانت ممرضه. تايلر ما عمرها ما كانت ممرضه، خدمات في واحد المركز طبي ولكن ما كان عندها حتى شي علاقه مع التمريض. وهداك الشيء كامل اللي كانت كتعاودو في فيسبوك وقع لكيتلين، لان كيتلين كانت ممرضه. واخا هادشي كامل كيتلين كانت كتحاول تفهمها، كتقول ماشي مشكل ياك، ما غير حياتها ما فيها والو، كتبقى تعاود داكشي اللي كيعاودوا ليها الناس. ولكن تايلر غادي يدير واحد الحاجه اللي كيتلين ما تقدرش تسمح ليها عليها، غادي يمشيو يخيموا مع داك الجروب ديالهم ديال الجيب، وكيتلين غتحصل بان تايلر كتبسل ليها على راجلها. والمشكله ماشي غير هي هادي، المشكله هي ان ديك الساعه حتى تايلر كانت مجوجه، لان قبل من ويد تايلر كان عندها علاقات اخرين. في 2011 غادي تزوج واحد السيد سميتو تامي، وغادي تقول ليه بانها من العائله ديال مارتن، هذوك اللي قلت لكم عندهم شركه ديال الملحه، وبانها كتسنى الورد ديالها وهذا وهذا. المهم نفس القصه كتعاود، ما كانت لا خدامه لا كدير حتى شي حاجه، هو اللي كان كيصرف عليها وكان كيبغيها بصح. ولكن تامي غادي يحصل مراته كتصيفط تصاور عريانين لرجال اخرين، ودوك التصاور بطبيعه الحال كان فيهم هكا ديال الفوتوشوب. تخيلوا هي مجوجه براجلها وهو كيصرف عليها، وهي كتبقى تعيط لجدها، كتبقى تقول ليها راه ما عندنا ما ناكلو، حنا عايشين في واحد الفقر مدقع. ومسكينه جدها كانت فعلا كتيقها وكتبقى تصيفط لها الفلوس. حتى واحد النهار شي واحد من العائله ديالهم غادي يهز جدها وغادي يديها عند تايلر، غايقول لها شوفي فين عايشه، دارها زوينه، ودخلها حتى لعندها للدار، وشافت الثلاجه ديال تايلر، لان العائله شافوا بانها كتنصب على الجده. وهي في الحقيقه الهدف ديالها ماشي هو انها تنصب على جدها، هي باغا غير الشفقه ديال الناس. 3 سنين من مرمى تزوجات بتومي، في 2014 غادي تمشي للمكسيك باش غدير العمليه ديال تقليص المعده عندك، وشي واحد يزغب الله يمشي يدير هاد العمليه، دي راه كارثه. ما عرفتش انا صراحه كيفاش انسان كيقدر ياخذ هذا القرار ديال انه يمشي يقطع المعده ديالو، راه كارثه هاد العمليه هادي. المهم هادي كانت فقط نصيحه، كل واحد يمشي يقلب ويتخذ القرار اللي بغى في الجسد ديالو. تايلر غادي تمشي للمكسيك، دارت العمليه اللي قلت لكم، ودار حتى تامي تاك او شد البطن، ورجعت للدار لانها انسانه اخرى. الطاقه ديالها في راسها طلعت بواحد الدرجه خياليه، ولات عاطيها غير الخيانه مع رجال اخرين. وشي مرات كتكون مع شي صاحبتها ولا شي حاجه وكدير هذا الشيء، فصحابها كيبقاو يقولوا لها لا ما يمكنش انت مجوجه، وهي كتقول لهم بان هذه غير الطريقه ديالها باش كتبرد على راسها، لان تومي كيتعدى عليها وكيضربها، وكتوريهم حتى الزروقيه في لحمها. تومي كيقول لهم هذيك راه حمقه، كيقول لهم انا ما تيقوش شنو كدير في الدار، كتبقى تلوح راسها على الحيوطه وعلى الطوابل وداك الشيء باش تزرق لحمها. واحد النهار تايلر غادي تخرج، وتومي غيتبعها، وغادي يلقاها مع واحد الراجل، والخبر في راسكم. فهنا تومي قال سالينا بركه، هاد الزواج هذا صافي سالا. تايلر قالت ليه تهلا خويا اصلا شكون شادك؟ ما كانتش مسوقه ليه، تخيلوا علاش؟ لانها اصلا كانت مخطوبه لراجل اخر، وتخطبات لهذا الراجل هذا قبل ما توقع هاد الدراما هادي ديال الخيانه وهاد الشيء مع تومي، يعني كانت باقا مجوجه مع تومي ومخطوبه لراجل اخر. وفعلا من مرمى غادي تطلق ب 11 يوم، غادي تزوج هذا الراجل هذا اللي كان خاطبها وسميتو هانتر. كانت معيشه في اكبر كذبه، قالت ليه بانها ممرضه في القسم الجراحي ديال الامراض النسائيه والتوليد، وهي راه ما كانتش ممرضه، ما كانت كدير والو، ما عرف مين كدبر على واحد اللي باري كتبقى تجيبو معاها للدار، وعرفتو داك المشرط اللي كيديروا به العمليات حتى هو كتبقى تجيبو معاها للدار. وبشويه بشويه داك الهوس ديالها ديال الحمل اللي كان عندها في الليسي غادي يبدا يرجع، ولا عندها هدف واحد في الحياه هو انها تحمل. وماشي لانها كانت باغا عائله ولا باغا تكون ام ولا شي حاجه، لا، بغات داك الاهتمام وداك الشفقه اللي الناس كيعطيو للعيالات الحاملين. المشكله ان هانتر ما كانش باغي يولد معاها، كان باغي يطلق، وهي فاش حسات به قرب يعلق، قالت ميم تا الراجل غادي يهرب ليا، خاصني نلصق ليه شي بعلوك. فغادي تقول ليه انا راني حامله، هو لانه محصلها 70,000 مره كذبه عليه، غادي يقول لها جيبي ليا الدليل. مين غادي يقول لها جيبي ليا الدليل؟ غتقول ليه راني مشيت للطبيب ولقيت راسي بانني ماشي حامله، ولكن عندي الكونسير ديال الوالده، وهي راه ما كانش عندها الكونسير. من بعد غادي تعيط لواحد جوج ديال صحاباتها، وغتعرض عليهم 100 مليون باش ان وحده فيهم تكون سارغيت ديالها، الام البديله، ولا صراحه والله ما عارف شنو كيسميوها، المهم تولد ليها بيبي ولكن ديالها، غيكون فيه لا دي ان ديالها وكلشي ديالها، لان كياخذوا البويضه اللي كتكون مخصبه وكيخشيوها في كريشه اخرى، فبحال قلتوا ديك الكريشه اللي كتكبر البيبي غير كيتسلفوها الناس اللي ما كيكونوش قادرين يولدوا. المهم صحباتها بجوجهم غادي يرفضوا اكثريه، لان وحده من صحباتها اللي سميتها ماكنزي اصلا كانت حامله، وتايلر غتولي مهووسه بها فاش غتعرفها حامله، ولات كتبعها لجميع المواعيد الطبيه ديالها. هذيك ماكنزي فاش كملت 4 شهور ديال الحمل كان عندها الموعد اللي غتعرف فيه جنس الجنين، وتايلر كانت عارفه بان داك النهار هو اللي غيعرفوا فيه جنس الجنين،
فغادي تتبع ماكنزي بلا خبارها. قالت لها اه مفاجاه، انا جيت باش نفاجئك. وتخيلوا مع التوبه غادي تقول لماكنزي بان عندها بنيه. عرفتوا تايلر ما خلاش السيده تفرح بهذا الخبر، غادي تدور عندها وغادي تقول لها ماكنزي تبغي تولدي ليا في بلاصتي. فماكنزي غادي تقول لها لا، ومن بعد غتبقى تبعد عليها لان حسات بهذا الشيء ديالها توكسيك بزاف. وتايلر غير غادي تخرج من السبيطار غتصيفط ميساج لامها غتقول لها ماما تقدري تعطيني الرحم ديالك؟ ما غتقول لها واش انت هبيلك مصحابك الرحم كيتحيد وكيترجع. شي ايام من بعد هادشي غتعيط عاوتاني لصحاباتها وغتقول لهم صافي انا راني لقيت واحد الام بديله غادي تحمل ليا في بلاصتي. ومن بعد واحد جوج السيمانات غتعيط لهم كتبكي، قالت لهم بان راجلها هانتر خانها مع هذيك الام البديله وهادشي تسبب في ان البيبي طاح. ولكن هانتر راجلها كانت كتقول ليه قصه اخرى، قالت ليه بانها لقات ام بديله وبان جدات تايلر غادي تخلص لهم العمليه كامله. قالت ليه راه جدتي هادي سنين وهي كتجمع في الكاش وعندها واحد الصاك كبير عامر بالكاش غتعطيه ليا، وانت غادي تمشي للبلاصه الفلان فلانيه غتلاقى مع واحد السيد سميتو تيم هاي تاور، راه هو اللي عطات جدتي الفلوس باش يجيبهم لينا. غيمشي لديك البلاصه بقى كيتسنى 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 تيم ما جاش. فهانتر غادي يعيط لمراته قال لها شوفي راه من الصباح وانا كنتسنى السيد كاع ما بان. وهي غتقول ليه ما غتقدرش تخيل داكشي اللي وقع، تيم فاش كان جاي دار واحد الاكسيده خايبه، وفاش عيط ل 911 وجاو المسعفين لقاو داك الصاك في الطوموبيل ديالو عامر بالفلوس وسرقوه ليهم مشاو. هانتر ما تيقهاش وبين ليه بانه ما تيقهاش. فغير شي 10 ديال الدقائق من بعد غادي يوصلوا ميساج من تيم اللي دار الاكسيده، قال ليه اسمح لي بزاف راه شنو وقع شنو وقع دابا عاود نفس القصه اللي عاودت تايلر. وصيفط ليه واحد التصويره ديال واحد الصاك زرق عامر بالفلوس، قال ليه شوف هاد التصويره هادي راه صورتها غير قبل ما نشد عندك الطريق باش تبقى عندي كدليل. هانتر غادي يشد ديك التصويره يحطها في جوجل وغتخرج ليه هي الاولى مخوده من واحد السيت. فهنا هانتر قال صافي بركه عليا من هاد الشيء هذا، ما نقدرش على هاد الحياه ديال الكذوب، وفعلا غادي يتطلق مع تايلر. مده قصيره 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 من بعد الطلاق ديالهم غادي يتلاقى مع واحد السيد اخر، وغتبدا تحط في فيسبوك تقول لهم باركوا ليا راني حامله واخا هي راه ما كانتش حامله. ونقدروا نتفاهموا، نقدروا نقولوا بان مسكينه هاد السيده هادي الحلم ديالها الوحيد هي انها تكون ام يكون عندها بيبي ديالها، والياس من انها ما قدرتش تحمل دار لها هاد الشيء كامل وخلاها تبقى تكذب وتختار على القصص. ولكن المشكل هي ان تايلر اصلا ام. عقلت من قلت لكم بانها خرجت من الليسه على 17 عام، خرجت لانها فعلا كانت حامله وولدت بنيه مع واحد الولد اللي عنده 19 عام، وهو بطبيعه الحال قال لها انا باقي صغير بزاف ما قادش على المسؤوليه فعلق. فغتلقى راسها بوحدها كتهتم بالبيبي بس كتحاول تخدم باش انها تدبر على الفلوس. من كبرت شويه البنيه قالت لها باك مات وفعلا ما عمرها ما شافته. ومنين تلاقات راجلها الاول تومي غادي يولي اب رائع ديال البنيه، العائله ديالو كاملين كانوا كيحماقوا البنيه كانوا كيشجعوه بانه يتبناها قانونيا. وفي 2014 مع راجلها تومي نيت غتولد البيبي ديالها الثاني، وهذه المره هذه غادي يكون وليد. فهي اصلا عندها جوج ديال الوليدات، هادشي علاش قلت لكم راه ماشي كتقلب الاحساس ديال الامومه، باغا غير داك الاهتمام اللي الناس كيعطيو للمراه الحامله، اما ولادها ما كانتش مسوقه ليهم. هي كتبقى تعيط لشي ناس اللي ما كتعرفهمش مزيان كتقول لهم واش بغيتوش بيبي سيتي وليا ولادي. تخيلوا تقدر تلاقى مع شي واحد تهضر معاه غير ساعه وتقول ليه مثلا خلي معاك ولدي تنرجع. فالام ديال راجلها تومي كانت تقريبا الوقت كامل هي اللي كتهتم بالدراري بجوج، وفاش كانوا كيبقاو معاه كانت كتشوف بان تايلر ام خايبه بزاف. تخيلوا بان البنيه قالت لها بان ماماها ديما كتعطيها الدواء واخا هي مريضاش ما فيها والو. واحد النهار تايلر خدات ولادها وخلاتهم عندها سيمانه، وفاش رجعتهم لام تومي صدمات بالحاله ديال الولد كيفاش دايره. عرفتي الولد كله طايب وكيسيل بالدمايات لانه خمس ايام بدلت ليه موليكوش. تخيلوا خمس ايام وهو لابس نفس العكوش، ونفس هاد الام هادي اللي كتعامل ولادها بهاد الطريقه هي اللي باغا تزيد تولد. المهم الطلاق ديالها غيخرج ليها في جويد 2019، وثلاثه ديال السيمانات من مور الطلاق ديالها غادي تلاقى بويد. ديك الساعه كانت عندها 26 عام، بالنسبه ليه هو كان الحب من اول نظره. ونيشان من تلاقا وقالت ليه ديك القصه ديال العائله ديال مورتن بانها راه غادي تورات بان امها شانا كتحاول تقتلها، والهدف ديالها من هاد الكذبه اللي كذبت على ويد هي انها تبقى فيه ويقول ليها اجي سكني معايا في الدار، حيت من مور ما طلقات مع هانتر ما كان عندها فين تسكن. تايلر غادي تقنع ويد بانهم غيوليو لاباس عليهم، فهو غيبدا ياخد الرام ديال الكريديات، غيشريو طوموبيل ب 30 مليون، غيشريو واحد البيكاب مره مره كيهزو فيها الخنازير كيعاودو فيهم البيع، شراوها ب 92 الف دولار يعني 92 مليون، وشراو 20 بقره اللي ساويين تقريبا 20 الف دولار. فويد بقى كيتسنى كيتسنى شاف هاد الورث هذا ما جاش، قال ليها انا راني غرقت بالكريديات فوقاش ناخذ هاد الورث. فبدات كتوريه ميساجات ديال المحققين خاصين ديال العملاء من الشرطه الفيدراليه، زعما دوك الناس كيصيفطوا لها الميساجات وكلشي خدام معاها على داك الورث. وفين ما شي واحد فيهم كيقرب يعطيها الجواب في الميساجات سبحان الله
كتوقع ليه شي حاجه، اما كيموت يا اما كيتشد في الحبس يا اما كيهرب. المهم شي كارثه كتوقع ليه وكيختفي، وهذا الشيء بطبيعه الحال لان هاد الناس كاملين ما كاينينش، وتايلر هي اللي كتصيفط دوك الميساجات. امه وايد غيوصلها واحد الاتصال اللي ما عرفاتوش ديال من، ولكن داك الشخص غادي يقول ليها قولي لولدك يحدى من تايلر راه عندها الكذب المرضي. فكاني متويد ولات رد معها البال وبينات ليها بانها ولات شويه كتشك فيها، وهضرت مع ولدها قالت ليه راه وصلني هاد الاتصال شنو شنو شنو. فمنين تايلر حسيت بانهم كيشكوا فيها غتمشي عند وايد وغتقول ليه مبروك علينا حبيبه راني حامله. كاني من ساقت الخبر بان تايلر حامله ما عجبهاش الحال، مشات عند ولدها قالت ليه دابا هاد السيده هادي ولدوا معها الناس، هي عندها جوج وليدات مساكن سامحه فيهم كتشوفهم مره في العام وانت باغي تولد معاها. قالت ليه باش عرفتيها اصلا حامله واش عندك شي دليل؟ قال ليها لا راه حامله ولكن ما كنمشيش معها للمواعيد ديال السبيطار لان راكي عارفه مع اللوك داون داكشي ديال الكوفيد كيخليوها انسان واحد يدخل. وقالت ليه واش بعينك شفتي الكريشه ديالها؟ قال ليها ما شفتش الكريشه لان هاد الحمل هذا جاها صعيب، فانا وياها ما بقى كيوقع بيناتنا والو. ولكن اجب شي لشي، واش هاد الاب ما غيبغي يحط يدو على الكريشه يقيس البيبي ديالو؟ ما غايشوفها كتبدل حوايجها ويلي راك عايشني وياه. تايلر ديما كتحط في فيسبوك كتقول لهم هاد الشهر البيبي ديالي قداش، هاد الشهر البيبي ديالي قداش، وكتاقي واحد الكلينيك في فيسبوك كتقول لهم شكرا على التعامل ديالكم معايا، ومن بعد غيديروا الحفل ديال الكشف عن جنين الطفل عن جنس الطفل. ومن بعد الحفله وايد غيوصلوا واحد الميساج مره اخرى من رقم غير معروف، غيقول ليه انا كنصيفط لك هذا الميساج لانني كنحس بان هذا الشيء هو الاخلاق اللي خاصني نديرو، ولكن خاصك تعرف بان مراتك ما حاملاش. هو كيقرا الميساج والحبيبه ديالو حداه وكيشوف بان عندها الكريشه منفوخه، قال مع راسو مستحيل تايلر تكذب عليا في شي حاجه بحال هادي، لان هادي ماشي كذبه اللي غتقدر تنسيني فيها ولا شي حاجه. من بعد 9 شهور خاص يكون بيبي. اولاد تايلر بجوج هما كانوا في ديك الحفله اللي دار، ومن بعد فاش تامي غادي يجي يدي ولدو لان ولدو جالس معاه، الوليد فرحان قال ليه بابا انا غادي نكون اخ كبير غتزاد عندي اختي. تامي قال ليه شنو ولدي شنو غتولي؟ قال ليه غنولي اخ كبير حيت ماما حامله وغتولي عندي اختي صغيره. ويقول لي اجي وليدي اجي اجي جلس جلس اوليدي نهضر معاك. قال ليه انت ما غاديش تولي اخ كبير وما غاديش تكون عندك اختك صغيره. وكيقول ليه كيفاش بابا حنا درنا الحفله وعندها بنيته وماما عندها الكريشه وديما كنشوف الكريشه ديالها وداك الشيء. قال ليه ولدي انا كنهضر معاك دابا كنقول لك بان مستحيل تكون عندك اختك ولا اخوك صغيرين لان ماماك ما تقدرش تحمل. قال ليه جسديا وطبيا مستحيل ماماك يكون عندها بيبي. فغتقولوا كيفاش الزوج ديالها الاول عارف عليها هاد المعلومه وهما سنين وهما مفارقين؟ بكل بساطه لان هادي سنين وتايلر ما عندهاش الرحم. 2015 كان جاها واحد الكيت تسبب لها في واحد الهيموراجي خياليه، كان الحل الوحيد اللي عند الاطباء باش انهم يعتقوها يحيدوا لها الرحم ديالها كامل. وهذا القرار هذا خداتو الام ديالها حيت ضروري بحال هاد العمليات هادو خاص شي واحد يسني عليهم باش يتحمل المسؤوليه. فامها اللي كانت معاها في السبيطار غتاخذ هاد القرار حيت قال لها الطبيب شوفي راه هذا هو الحل الوحيد اللي عندكم. اصلا تايلر من بعد ولدها الثاني غتمشي دها داك الربط ديال الانابيب حيت ما كانتش باغا تزيد تولد. فامها قالت صافي عندها جوج وليدات دابا اهم حاجه هي انني نعتق حياتها، وسنات على ديك الورقه. ولكن مين تايلر غادي تفيق تصدمه ديال حياتها، عرفتوا جات عليها الهستيريا ديال البكا والغوات فاش عرفت بان ما بقاش عندها الرحم. وتخيلوا انها غتمشي تلقى واحد القاتل وغتخلصوا باش يقتل امها، ولكن ما غتصدقش. فمين امها شافتها بانها دارت هاد الدراما هادي كامله ديال انها حامله والحفله ديال كشف جنس الجنين وهذا الشيء كامل، غتقول لها ما هادشي اللي كديري راه ما يمكنش، واش تصطيتي؟ كيفاش نتي حامله وانت ما عندكش الرحم؟ هي تقول لها لا راه داكشي راه برا وعاود ناض. قالت لها وقعت لي معجزه ولا عندي رحم اخر. تخيلوا. وعرفتوا داك السيرش ديالها ديال جوجل، يعني شنو كتقلب في جوجل عرفتوا مخلط وغريب. كتقلب على داكشي ديال البيبي تشريه مثلا الكروسه والناموسيه وداكشي، كتقلب على بيبي تشريه، كتقلب على طرق اللي يخليوك ترد، كتقلب على الاحكام ديال الا قتلتي شي واحد، الاحكام الا سرقتي بيبي. نهار 30 سبتمبر ديال 2020 تايلر غتمشي للسبيطار وغتدخل القسم ديال التوليد. دخلت بالكريشه ديالها وكل شيء اللي دابا حنا عارفينها كريشه فيك، وقالت لهم راني ما كنحسش بزاف بالبيبي ديالي كيتحرك، بغيتكم تقلبوني. صافي غادي يعطيوها الوراق باش تعمرهم وداك الشيء باش تدخل عند الطبيب. وهنا يلا غتبدا تكتب، بدات كتبكي. قالت لهم انا كنت كنتمنى راجلي يكون معايا وانا راجلي في الجيش وما يقدرش دابا يجي. وشويه جات واحد الممرضه اخرى وهي تنسى قالت لها مالك اختي كتبكي، وهي تقول لها راجلي مات وانا باقا حامله بولدو. المهم قالت لهم انا ما حساش دابا براسي مزيان غير انولي ليا هادشي حتى الغدا ونرجع. خرجت الباب ديال السبيطار جلست تما في واحد الكرسي وبقات جوج ديال السوايع جالسه قدام الباب ديال السبيطار. تخيلوا شنو كانت كدير. العيالات اللي كيوصلوا حاملين للباركينغ كتبقى تشوف الرقم ديال الطوموبيلات ديالهم وكتحاول تقلب على السميه والمعلومات ديال داك الشخص اللي سايق ديك الطوموبيل. من بعد غتكتشف بان اكثر ديال دوك العيالات فاش كتقلب كتلقى يا اما مزوجين يا اما عايشين مع رجالهم، حيت مع الاسف كاين بعض السيدات كتقدر تجبد منهم دوك المعلومات. هي كانت كتقلب على شي مرا حامله باش تسنها تولد تاخذ ليها البيبي ديالها ولا ما عرفتش كان كيدور ليها في راسها.
ملي غتشوف بان هاد البلان هذا اللي دايره صعيب غتبدا تقلب على شي مجموعات ديال الدعم ديال دوك المراهقات الحوامل. قالت مراهقه غتكون صغيره نقدر نكذب عليها نقدر نطمعها بالفلوس. فغتبدا تشوف في جوجل دوك المجموعات وغتلقى بان تقريبا كاملين عندهم سيكيورتي، يعني عندهم الكاميرات عندهم العساس، يعني كيحميو دوك المراهقات. وحتى هاد الهدف هذا صعيب، هي كانت باغا هدف سهل وما كاينش هدف سهل اكثر من شي واحد اللي كيعرفها واللي يثق فيها يدخلها لدارو. هنا تفكرت ريغان كتعرف تايلور لان تايلور هي اللي صورت العرس ديالها، وريغان كانت ظريفه بزاف ترحب بيك ما تقول لكش لا، كانت كتحمق على عائلتها واكثر هي بنتها الصغيره اللي ولدتها من علاقه اخرى قبل ما تجوج بهامر، وهامر كان كيحمق على البنيه اللي سميتها كينلي، كانت كتعيط له داري بحال باباها نيشان. وكيف ما قلت لكم العرس ديال ريغان وهامر تايلور هي اللي غادي تصوره، من بعد ما صوراتو غتبقى عندهم واحد صداقه في فيسبوك مره كيهضروا. فتايلور غتفكر بانها شافت في فيسبوك بان هادي شي شهوره ريغان كانت علنت على الحمل ديالها، فغترجع من السبيطار للدار وغتصيفط ميساج لريغان غتقول ليها توحشتك ويلا دابا شفتي انك حتى انتي كتسناي بنيه، انا راني حامله وعندي بنيه وصافي. كانت محادثه جد عاديه، بقات جالسه هي في الدار جاويت تعشاو مشاو نعسو. مع 4 ديال الصباح غتفيق ويد بالخلعه كتغوت، قالت ليه الكوزينه شاعله فيها العافيه. ويد ناض بدا كيتفف داك الشيء عرفتو كان غادي يشد في الغاز واحد الروينه، المهم طفى العافيه. ومن بعد ما فاتو الصدمه غادي يرجع ينعس. ملي بدا كينعس مزيان تايلور غتنوض غتهز التليفون ديالها، دارت واحد لابليكاسيون اللي كتبدل الصوت، اختارت الصوت ديال الراجل وعيطت للسبيطار اللي كانت في الحقيقه خاصها تولد فيه. قالت لهم حداو راسكم راه كاينه قنبله في السبيطار. مشات رجعت تخشات في الناموسيه وعاوتاني فيقت ويد، قالت ليه راه عيطوا لي من السبيطار وقالوا لي بانني ما غنكونش انديوست اليوم حيت هي زعما فات الوقت ديالها فخاصهم يندوسيوها، يعني بحال كيدفعوا الجسد ديالك انه يجيه الوجع ويولد. قالت ليه راه ما غيديروا لي اليوم والو لانهم لقاو قنبله في السبيطار. ويد هنا بدا كيشك ما قدرش يتيق هادشي كامل، قال كيفاش النهار اللي كان خاصها تمشي تولد شعلات العافيه في الدار لقاو قنبله في السبيطار، يعني هادشي بزاف. النهار اللي من بعد تايلور وويد غادي يمشيو عند امو هو باش انهم يقدروا يدوشوا، لان داك الحريق اللي شعل خسر واحد الانابيب ديال الغاز وداكشي، خاص حتى الشركه تجي تشيك داكشي واش هو هذاك عاد يقدروا يبقاو يستعملوا الدوش. وويد كان اصلا واخد الاجازه ديال الابوه حيت كيف ما قلت لكم تايلور فات الوقت ديالها فكانوا عارفينها بالضبط فوقاش خاصها تولد. هنا امو مره اخرى غتجي عنده غتقول ليه ولدي انا شاكه في مراتك بانها ما حاملاش وانت غادي دير راسك مشكل لانك واخد اجازه ديال الابوه والى عقوا بك بان راه ما كاين لا بيبي لا ابوه لا والو فغادي يجريو عليك من الخدمه حيت هادشي هذا ايليغال يعني غير قانوني. وقالت ليه اصلا انت غارق كريديات وغادي تزيد عليك بهذا المشكل. غادي يمشي عند تايلور غادي يقول لها انا ديما كندافع عليك ولكن لا بغيتيني نبقى واقف بجنبك غيخصني ضروري شي دليل لانك بصح حامله. عرفتو جاتها واحد الكريز بدات كتقول ليه ما بقى ليا والو غير شي ايام وغادي نولد وكلكم غتندموا على هاد الهضره اللي كتقولوا ليا. المهم لا غد اللي هو 7 اكتوبر غادي تعيط لريغان، قالت ليها من العرس ما تلاقيناش وانا مكرهتش نشوفك وهادي وهادي. فريغان قالت لها مرحبا بك. تايلور غتمشي عندها في الصباح دات لها واحد الهديه ودات لها قهوه وبقاو كيهضروا مع بعضياتهم وكلشي. ومن مور ما تايلور مشات بحالها ريغان غتكتب ليها في فيسبوك شكرا بزاف على القهوه شكرا على الهديه. لغد ليه 8 اكتوبر عاوتاني غترجع عند ريغان مع 8 ديال العشيه تقريبا، هاد المره هادي راجلها هومر كان في الدار. فتايلور وريغان غادي يدخلوا لبيت الناس ديالهم بداو كيهضروا كيضحكوا شويه. هومر غيمشي عندهم غادي يقول لهم يلا نوض تهزوا سيروا للصالون الا بغيتوا تكملوا الهضره انا خاصني نعس باش غدا نمشي نخدم. وفاش هو كان جالس في الصالون كان كيسمعهم شويه شنو كيقولوا. ريغان كانت كتقول لتايلور انت فايتاني في الحماله ولكن ما غلطيتيش، شوفي انا كيفاش وليت كنتسنى غير فوقاش نولد باش نولي خفيفه. تايلور قالت لها حتى انا كنتسنى غير فوقاش نشوف بنتي تاع عندي الموعد باش انا نولد. صافي تايلور قالت بسلامه لريغان ورجعت للدار. لغد ليه تايلور غادي تفيق غادي تقول لويد راه درت لك واحد المفاجاه، اليوم غتمشي دير المطارده ديال الخنزير البري في واحد البلاصه اللي بعيده بربعه ديال السوايع حيت ويد كان كيعجبو يدير داكشي. وغير ويد غيخرج تايلور غتمشي للتليفون ديالها وغتبدا تقلب كيفاش نقدر ندير عمليه قيصريه، كيفاش بيبي زاد قبل من الوقت يقدر يعيش. بديت كتفرج في الفيديوهات ديال الاطباء كيفتحوا العيالات كيولدوهم. مع 7:30 ديال الصباح غدق على ريغان في الدار، قالت ليها راكي عارفه اني اليوم غادي خصني نولد وخاصني ضروري ندوش قبل ما نمشي للسبيطار لان راه شعلتنا العافيه في الدار والدوش خسر وهادي وهادي. فريغان غتقول لها بطبيعه الحال مرحبا بك. دخلات دوشات في خاطرها واحد الساعه، راجل ريغان غادي يخرج باش يمشي يخدم وما كاملش حتى ساعه من مور ما غادي يخرج غادي يبداو يوصلوه دوك المساجات الغريبين من مراتو. هو عرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك لان ريغان كانت انسانه اللي سعيده بزاف كتبغي راجلها كتبغي بنتها، مستحيل تفكر تقتل راسها. ومن مور المساجات راني قلت لكم شنو وقع، ماما ريغان جات ولقات بنتها في ديك الحاله ميته ولكن ماشي غير هي اللي ماتت، حتى البيبي اللي ولدات ومات. واخا قلت لكم بان البنوته مسكينه قدروا يرجعوا ليها الدقه ديال القلب في الامبولانس ولكن الاطباء لقاو بان البنيته مخنوقه وقع ليها واحد التلف شديد في المخ. الاطباء قالوا بانها كنت ولدات بطريقه صحيحه كان عندها 99% ديال الحظ انها تعيش. وفاش غادي يديروا البيبي التشريح غادي يكتبوا في التقرير بان السبب ديال القتل هو استخراج مؤلم بآلة حاده من الرحم، يعني هذه كتعتبر جريمه ديال القتل.
المحققين غيدخلوا عند تايلر غادي يقولوا لها شوفي من الاخر انتيا ما عندك حتى شي اثر في الجسد ديالك على انك ولدتي واصلا مستأصلة الرحم يعني ما عندك حتى احتمال ديال 1% انك تكوني حامله so, it surely doesn't look like a baby came out of there doesn't look like she had a baby It doesn't. No. Okay. Does not look like she had a baby there. زائد أننا في نفس الصباح لقينا السيدة ميتة ومحيد لها البيبي ديالها من الجسد ديالها بطريقة وحشية فما يمكنش هذه تكون صدفة. قلت لهم أنا غير خسر لي الدوش ومشيت عند ريغان لأنها صاحبتي باش ندوش في الصباح وفاش خرجت من الدوش لقيت بأن ريغان طاحت وجرسها على الطبلة ففقدت الوعي وأنا درت لها عملية قيصرية باش أنني نحاول نعتق البيبي. شوية عاوتاني بدلت القصة قلت لهم ما عرفتش علاش ريغان أتاكاتني وأنا كنت غير كنحاول ندافع على راسي وبغيت ندفعها باش تبعد مني وجات على الطبلة. بلا وريغان فاش طاح داك يسري منها الدم وعرفت راسها بانها غتموت وهي طلبت من تايلر انها تعتقها قالت لها عافاك حلي لي كرشي وخذي البيبي وهي حلت لها البيبي بالمشرط طبي عافاكم اللي جايبه معاها وقالت بان فاش البيبي جبدته من كرشها ما كانش كيتنفس وريغان شافت فيها وقالت لها عافاك اعتقي لي بنتي ديها للسبيطار وطبيعة الحال البوليس ما تيقو حتى شي حاجه من هادشي اللي قالت ليهم هذاك المشرط ديال العمليات اللي قلت لكم حلت لها به كرشها لقاوه مهرس في العنق ديال ريغان مضروبه جوج ديال الضربات خطيرين بالمطرقه في راسها ومطعونه اكثر من 100 مرة تخيلوا فهاد الشيء كامل تسبب لها في 5 ديال الكسور في الجمجمة وهرسة في النيف والأطباء شاكين بأنها تقشجات حتى تخنقات ولكن ما يقدروش يتأكدوا لأن عنقها مدبوح من الودن للودن كيف ما كنقولوا الرحم ديالها لقاوه كله خارج برا وتايلر هزت ديك المشيمة ديالها وخشتها في الليجينز ديالها بحال راه هي زعما اللي ولدات وتخيلوا في ديك المشيمة لقاو جوج ديال الضفار ديال ريغان مهرسين فهاد الشيء كيعني بأن تايلر فاش كانت كدير داكشي اللي كانت كدير ريغان كانت باقا حية وكتحاول أنها تدافع على راسها تخيلوا خرجت ليها البيبي ديالها من كرشها قدام عينيها وسرقاته وبغيتو تسمعوا الواعره فاش تايلر كانت كتخرج البيبي من الكرش ديال ريغان كين ليلي هي البنيه اللي عندها 3 سنين غادي تخرج من البيت ديالها وتايلر غتغوت عليها تقول لها سري البيت كنبغيش نشوفك مسكينه البنيه غتمشي وغتسد عليها حتى سمعت جداها جات عاد باش خرجات والمشكله ماشي غير جبدات البيبي بعدا على الاقل تعتقو طارت به للسبيطار بقات مده طويله وهي كتحاول تنظف لقاو تما واحد الفوطه عامرين بالماء والدمايات واحد الروينه ما نظفات حتى حاجه لان داك الكميه ديال الدم مستحيل اصلا تنظف وهزت التليفون ديال ريغان خرجات دات معاها البيبي ساقت واحد المده عاد حبست وصيفطات داك الميساج لهومر بحال زعما مراته قتلت راسها ومن مور ما صيفطات دوك الميساجات لاحت التليفون باش ما يلقاوهاش لاحت التليفون ديال ريغان اما التليفون ديالها هي لقاو فيه المعطيات لقاو بانها خرجت من دار ريغان مع 7:52 دقيقه وعيطت للبوليس 9:36 دقيقه يعني ساعه و42 دقيقه تخيلوا وداك البيبي مسكين في ديك الحاله عطات الاولويه انها تطرق الجريمه ديالها وما يعيق بها حد على انها تمشي تعتق البيبي على الاقل حيت تايلر بكل بساطه ما كانش كيهمها البيبي يموت ولا يحيى هذاك البيبي بالنسبه ليها كان فقط دليل غادي تقدمه للناس باش تسكت لهم فهمهم باش كاع هذوك اللي كانوا شاكين فيها بانها ما حاملاش ما يلقاو ما يقولوا بطبيعة الحال غادي يشدوها وغتبدا المحاكمة ديالها وداك المستشار القانوني اللي كان كيهضر معاها قال لهم عمري ما هضرت مع شي انسانة بحال هادي اللي ما عندها لا مشاعر لا ندم وها هما غادي يجيو للمحكمة باش يدليو بالشهادة ديالهم ما غادي تقول بانها كانت طفلة عادية بان ما كانت شي حاجة في شكل ولكن زاك خوها غادي يقول بانه هو وتايلر كبروا في الخلعة مع والديهم باهم امهم كانوا دائما كيدابزو باهم كان كيتعاطى المخدرات وشحال من مره كان كيدي معاه ولادو لعند تجار المخدرات وشي بلايص بحال هكا دوك الناس كيتجمعوا فيهم وكيتعاطاو وتايلر قالت بان فاش كان عندها 13 عام بغا هداها معاه لوحده من هاد الديور وفاش هو كان كيتعاطى المخدرات هي غادي يشدها واحد الراجل وغيتعدى عليها ومشات قالتها جداها ديال باها جداها كانت ممرضه فتايلر مشات وعودت لها كلشي ولكن جداها قالت لها ما تقولي والو لانها ما بغاتش تشوه السمعه ديال ولدها تايلر كتكذب لواحد الدرجه اللي حتى هادشي نقدروا نقولوا واش بصح وقع ولا غير اخترعاته ولكن انا بدا شخصيا مستحيل نشكك في شي واحد اللي قال بانه تعرض لاعتداء جنسي واخا يكون حياته كامله كيكذب انا بدا في هذه القضيه هذه ما نقدرش نشكك امها في المحكمه قالت بانها اول مره كتسمع بهذا الشيء قالت بانها كون كان في اخبارها كانت غدير شي حاجه ما كانتش غتسكت المهم غيبقاو يسيروا اجي في المحكمه لواحد المده قصيره جدا تخيلوا ان شهر فقط من مور ما غدير الجريمه ديالها يعني الجريمه ديالها غديرها نهار 9 أكتوبر 2020 ونهار 9 نوفمبر 2020 يعني شهر من موراها غيخرج الحكم القاضي قرر يحكم لتايلر بالاعدام فاش غتدخل الحبس غادي تنوض الروينه بدات كتصاحب مع الرجاله كتصيفط لهم الرسائل صراحه انا ما عرفتش كيفاش كيديروا يتصاحبوا في الحبس ومعها في الحبس كانت واحد البنت سميتها هانا كانت مشدوده على السرقه والمخدرات وحيازات السلاح ولكن نقدروا نقولوا بانها ما كانتش فعلا مجرمه كانت غير مقيده من الناس اللي كيتاثروا بسهوله وتقدر تمانيبيليهم فداك الشيء اللي غادي دير ليها تايلر تخيلوا انها غتقنعها تكتب واحد الاعتراف على انها هي اللي قتلت ريغان والمكلخه ديال هانا غتكتبوا بطبيعه الحال حتى واحد ما غايتيق داك الاعتراف ديال هانا لان اصلا كاين عرام ديال لائل وداك الاعتراف مبرهش فكيف ما قلت لكم حتى شي واحد ما تيقها حتى واحد ما ذهب داك الاعتراف
ويد أمه كوني، وخا ما كانش عندهم يد في هاد الجريمة هادي، ولكن حاسين بواحد التأنيب بالضمير خطير. ويد حاس بحال كان بإمكان ديالو يوقف هاد الشيء، ولكن بقى ديما كيدافع على تايلر، ما كيسمعش للناس شنو كانوا كيقولوا ليه. أمه حضرات وشحال من مرة دارت ما في جهدها، وهو والو اللي فراسو فراسو. أما بالنسبة لولاد تايلر فهما أصلا ما كانوش معاها، يعني الحبس ديالها ما غيبدلش لهم بزاف في حياتهم. الولد راه كاين مع باه تومي، أما البنية على ما سمعت في واحد الفيديو كاينة مع جداها شانا، ولكن ما متأكداش صراحة مع من البنية. وراجل ريغان اللي هو هامر عايش مع بنت ريغان اللي هي كينلي، واللي كيف ما قلت لكم تبناها قانونيا. كانت هذه الكيس ديالنا ديال تايلر باركر، استاج الوحش هادشي اللي دارت ما يمكنش، دخلت للتاريخ لانها هي سابع مراه كيتحكم عليها بالاعدام في تكساس، واصغر مراه كيتحكم عليها بالاعدام في تكساس تخيلوا. ومؤخرا في الحبس حصلوها بانها كتوجد واحد الخطه ديال الهروب، عرفتوا راسهم داك الشيء بالتدقيق بالستيل ومقاده، باغا زعما تهرب من الحبس ولكن ما كنظنش تقدر. وهادشي اللي كاينه بداتو بزين ديالي، كنتمنى نكون ونستكم شويه. انا فيا الموس ديال الجوع، غادي نمشي ناكل شي حاجه ونتلاقى معكم قريبا. بداتو تهلاو فراسكم، كنصيفط لكم بوسات كبارين. سلامة.